5 ميك اب ترندز نحن عم نعملهم وهن عم يعطونا عمر وكيف لازم نتجنبهم. اول تيب هي بالاي شادو، دائما بس بدنا نحط اي شادو ما يكون محدد، يكون فلو، ونستعمل مش بس لون واحد، نفوت معه شويه جلو. حلو هيك كتير، بس افضل انه نعمله فلو. قد صار احلى وفتحت العين، وما ننسى نزيد a bit of glow. ثاني تيب رح تكون عن الايبروز، قد ما فينا نجرب ما نعملهم بلوك، نجرب قد ما فينا يكونوا ناتشرال، هيدا ببيننا مور يونغ. ثالث تيب هي عن السكن، اكيد كلنا بنعرف انه ما فينا ما نستعمل باودر، بس كثرة الباودر رح تعطينا شوية عمر ورح يبين الوجه شوي كيكي. هلا بدي فرجيكم كيف بنخلص الميك اب مع الباودر، بس بذات الوقت الوجه بيكون جلوي ويانغ. بنعمل سيتنج للميك اب ببراش للباودر مش بسبونج، بيطلع الافيه مور ناتشرال. وما ننسى نعطي السكين هيك تاتش اوف جلو. تيب نمبر 4 هي عن الليبستيك، كلنا بنحب نستعمل نيود كولرز، بس مش كل السكين تونز بيلبق لها نفس النيود كولر. One of my favorite lipstick color, Vanille Ink من Maybelline 100 Charm. دايما خلوا النيود كولر تبعكم يكون فيه لون، ما يكون كتير بيل، ساعتها ببين مثل لون السكن تبعكم كأنكم حاطين فاونديشن على شفافكم. حطوا نيود هيك يكون مايل شوي فيه بينكش او شوي بيتشي. تيب نمبر 5، قد ايه كلنا بنحب الجرافيك لاينرز، وبالاخص انا كتير بحبه وكتير بستعمله للكلاينت، بس للاسف انه مش كل العيون بيزبط نعمل لها هيدا الجرافيك لاينر، خصوصي للي عندهم مودد اي، وهيدا بيكون اكثر فورم اي لاينر بنضمن انه ما يعطينا ايج جلو.